قدم الشكر لجمعية أصدقاء المارينيين على الدعوة الكريمة وكذلك على الاختيار ديالهم هذا الموضوع اللي عنده أهمية كبيرة، لأنه في نهاية الأمر الإنسان لا يمكن أن تحسن أوضاعه وتجيب عن أسئلته إلا كان هناك واحد الفعل تنموي، ولا كانت هناك تنمية حقيقية وعادلة ومستدامة. وطبعا الفاعل السياسي اللي هو واحد مفهوم عريض جدا يتجاوز الفاعل الحزبي عنده واحد الدور كبير، لأنه الفاعل السياسيين هما اللي مسؤولين على وضع المخططات ولا البحث على الإمكانيات وعلى أجراءة البرامج. وهذا سؤال يعني دائم مطروح على الإنسان، ماشي فقط في المغرب، في الدنيا كلها، وسيظل مطروحا دائما، لأنه الفعل التنمية ماشي واحد الفعل اللي كيمكن نوصلوا لواحد اللحظة نقولوا أنه وصلنا إلى منتهاه أو للكمال. هو فعل متجدد لأن المطالب متجددة، ولأن الديموغرافية تتجدد، ولأن الاحتياجات تتجدد، والعالم ديال غدا مؤكد أنه الفعل التنموي فيه سيكون مختلفا تمام الاختلاف على ما نعيشه اليوم. إحنا اليوم كنعيشوا زمن ديال الثورة التكنولوجية ديال الذكاء الصناعي، واللي غدا اللوجيسيال يمكن له يعوض آلاف ديال اليد العاملة وآلاف ديال الموظفين وديال الأطر، شي اللي كيطرح قضايا كبيرة حول شنو هي التنمية ديال المستقبل. مازال إذا كانت التنمية اليوم مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والحقوق الثقافية والحقوق السياسية عموما، يعني التنمية الديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ففي المستقبل الأسئلة اللي هي مطروحة على البشرية وخاصة على المجتمعات الناهضة واللي في طور النمو تطرح أسئلة عميقة جدا، خاص من الآن يجب مباشرتها، وإلا فسنكون ضحايا كبار لنظام العولمة اللي غادي وكيكبر وغادي وكيتسرطن.